كابتن فرح، عايز اسال السؤال بشكل واضح جدا، وانت عشت بقى الكلام ده، هل العمل في اتحاد الكره عمل تطوعي ولا مش تطوعي؟ انت عارف انا مشيت من اتحاد الكره ازاي؟ ازاي؟ انا بيقولوا بعرف احلل يعني. طبعا يعني طبعا يعني كابتن فاروق جعفر. كنا عندنا مباراه مع فريق افريقي في الشباب، وكان حد بحبه جدا كان هو اللي بيدرب، فما ما وصلناش، فقعدت مع المجلس ثاني يوم، كان عندي حاجتين عايز اعملهم، الغي اعمار سنيه اللي هي سنه 94، ان 94 كان احنا بنلعب دوري عام 94 للشباب، 94 واحسن لعيبه في العالم وليد 94. طب انا وهو بيلعب في الناشئين اللي في مصر هنا، لا ده لازم تتلغي، ونخلي الاولاد يلحقوا يروحوا انديه تانية يلعبوا عشان كل واحد يطلع اللي عنده، صح، ونقدر نقيم اللعيب، صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا كنت بشتغل في التلفزيون المصري، فتاني يوم قعدوا معايا وقالوا لي يا التلفزيون يا الاتحاد. والله زي ما بتكلم. وانت كنت بتشتغل تطوعي ولا مقابل اجر؟ فين هناك؟ في الاتحاد الكرة. كنت بقبض. بتقبض عادي؟ كنت بقبض. ماشي. فهم قالوا لك يا التلفزيون هنا عشان عشان بتاخد مرتب، عشان مش والقضيه، انا حتى لو قال لي هتشتغل من غير فلوس ما في عنديش أكيد مشكله. اكيد الرقم ما كانش حاجه عظيمه وضخمه، لو ما حدش مشكله بس انا المشكله ان انا الراجل، انا اللي بقى اللي شقيت لي البلد دي وعملت تاريخ واسم، عمر ما حد ساندني ولا حد وقف في ظهري ولا حد، انا قاعد بقاتل عشان اقف على رجلي، ان انا مثلا عايش في اسره مش واو، ما عندهاش كل حاجه، فانا بقيت انا عايز ابقى الاب والاخ والصديق، يعني اقوم بالبيت. فبدات اشتغل. لما اشتغلت في الكوره كان ليا اهداف، اهدافي ان انا اتعلم كويس، اخواتي يتعلموا، اخواتي يجربوا، ده تفكيري. ابويا ما يتعبش، امي عيانه كده، يعني ده حياتي يعني. لما جيت قعدت مع الاستاذ جمال علام، الاستاذ جمال علام انسان محترم والمجموعه كلها محترمين، لكن الاداره زي ما انت اتكلمت مش معنى عاطفه وحنيه وروحي وقلبي وانت مش عارف ايه، الاداره بتتحاسب على الايجابي والسلبي فيها، والاداره دي هي اللي بتخلي المشاريع او اي فكر يمشي. فانا حد جه قال لي يا التلفزيون يا وجود، انا حسيت بقى دي اكبر خنجر في حياتي، اكبر خنجر في حياتك. ما حدش، انا بالورقه والقلم يعني لو عديت اللعيبه، مع احترامي بقى لان بيقولوا الاجنده الدوليه، لكن اللي لعب دولي يعني انا لعبت دولي، كنت كابتن منتخب افريقيا، يعني المهم يعني كنت ببقى مبسوط ان مصر في كل حاجه، وان انا مثلا انا كان كباتن بتوعي كابتن شحت الاسكندراني، كابتن هاني مصطفى الله يرحمه، حسن علي ربنا يديله الصحه، كنا احنا عبد الرحيم خليل الله يرحمه، كانوا دولت موجودين احنا في منتخب افريقيا في مرتين، في البرازيل وفي المكسيك. بس كبير قوي يا كابتن فاروق، تقولي ده اكبر خنجر في حياتي. على فكره اول مره اسمع منك القصه دي. هي اكتر حاجه اثرت فيك في حياتك؟ طبعا. ان هم خيروك الخيار ده؟ طبعا. حسيتها حاجه صعبه جدا، ما ينفعش تتقال لفاروق جعفر. ما انا ايه اللي جابني المكان ده؟ ان انا فاروق جعفر. طب انت حافظ عليا، يعني انت حافظ عليا، انا ما بطلع اقول اتكلم في التلفزيون او اتكلم عن المنتخب او اتكلم على الانديه، وانا راجل صادق في كلامي، ما بقول ده لعيب كويس، دي رؤيتي، صح. يعني انا احساسي ان ده رؤيتي، وبعدين انا مش لعيب كوره، انا راجل متعلم كويس، سافرت خدت دراسات. مين اللي قال لك كده ساعتها يا كابتن فاروق؟ مين يعني مين اللي قال لك كده؟ اتصور هيطلع واحد صديقك يعني في الاخر. صديق، وقال لي بقى واحنا على السلم وانا طالع للتحت، وانا طالع، فقال لي يا كابتن فاروق، اثنين هم بيهزروا معايا، فقال لي احنا خدنا قرار لا تكمل في التلفزيون، لا تكمل معانا. فروحت انا قايل له دي اهانه، دي ما انت تقول لي كده دي اهانه، ما اخشش الاتحاد. الاتحاد ده انا من الناس اوائل الناس، او يعني نعتبر اول جيل السبعينات اللي كنا موجودين، الناس حتى الناس الافارقه عارفيننا. انت بتهين واحد، انت بتهين ابن بلدك لما تعمل كده، انت بتهني لما تقول لي اتخير دي ولا دي ولا. هو قال لك ايه بقى ساعتها لما قلت له كده؟ ما قاليش حاجه. وانا اللي قلت في الاعلام ان انا مجلس اداره الاتحاد النهارده خد قرار ان انا ما ابقاش المدير الفني للاتحاد.
رغم انا كنت مدير فني لشمال افريقيا كلها، يعني اتكلم على المغرب، على تونس، على الجزائر، على ليبيا ومصر، انا المدير الفني بتاعهم. مين اللي وقف مع كابتن فاروق جعفر وقال له يا دي يا دي؟ انا عندي اثنين. ما هو واحد مين الاثنين؟ مين الاثنين؟ لا عادي انا عارف انت ما بتفكرش كتير هتقول على لا مين الاثنين؟ لا لا يعني في اخر الحلقه والله انا تعرف ما بحبش اضغط عليك بس لا 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 منهم لعيبه كره؟ لا ما كانش فيهم لعيبه كره يقدر يقول لي كده. ما كانش منهم لعيبه كره؟ لا 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 احنا لعيبه كره كده كلنا بنحترم بعض وكلنا عارفين كل واحد عارف. أنا مربي لعيبة الكرة اللي موجودين. لا وأنا كل لعيب عارف قيمته فكلنا بنحترم بعض وكلنا نخاف على بعض ما نقولش لفظ يأذيه أو يقلل من قيمته. لما بيبقى لعيب صغير ونقول له يا كابتن مصر وبتاع عشان نكبره. هو راح مثلا أنا كنت كابتن منتخب مصر كام سنة. لكن ما قالوا لي كده أنا بالنسبة لي يعني دي من أكبر الإهانات اللي شفتها في حياتي. يعني طب انت اصلا مش بتوع كوره وما لعبتوش كوره واصلا على التاريخ كله يمكن ما شفناش حد رئيس اتحاد كوره كان لعيب كوره ما افتكرش حد ما يعني ما نفتكرش ما افتكرش حد يعني اللي كان لعيب كوره.